السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مع داية تلة. اليوم بتكلم عن مشكلة يعاني منها الكثير من الصائمين، وخاصة في الفترة الأولى من رمضان أو في العشر أيام الأولى من رمضان، وهي الإمساك. الإمساك مشكلة طبعاً يصاب فيها الجهاز الهضمي، لها عدة أسباب. أول سبب انخفاض معدل السوائل المستهلكة في أول عشر أيام من رمضان، يعني اللي متعود ياخذ مثلاً لترين ماي في الأيام العادية، مع الصيام وبداية الصيام ما يعرف شلون يضبط أمور الماي، فتنخفض الكمية إلى 4 غلاسات أو 5 غلاسات أو 3 غلاسات، وهذا الشيء يؤثر على حركة الأمعاء. السبب الثاني نوعية الأكل تختلف، وخاصة في العشرة الأولى مع مغريات الأكلات الرمضانية مع كميات المقالي والحلويات، نلاقي إن الشخص يأكل كمية من المعجنات كبيرة، كمية نشويات كبيرة، وكمية مقالي كبيرة، وهذه الأنواع من الطعام طبعاً تكسل حركة الأمعاء وتبطئها شوية، فتزيد مشكلة الإمساك سوءاً. الشيء الثالث إن مع الصيام إحنا بلا شعور ننسى الخضار وننسى الفاكهة وننسى السلطة وننسى الأكلات اللي تحتوي على الألياف، وهذا يمكن أهم سبب أو أكثر الأسباب فعالية في مشكلة الإمساك اللي تحوشنا في رمضان، لأن ما ناكل فواكه، ودائماً لما نسأل نقول ماكو وقت حق الفاكهة، متى باكل الفاكهة؟ أنا كليت فطوري، خذيت شاي مع الحلو، بعدين زيارة منك زيارة مني، صار وقت السحور وما كلينا فواكه ولا كلينا خضار، وهذا أحد الأسباب الرئيسية في الإصابة بالإمساك. السبب الرابع إن كمية استهلاك القهوة والشاي ترتفع ارتفاع كبير في فترة بسيطة، يعني بدل لا ناخذ 3 فنايل قهوة مثلا بالنهار، ناخذها في وقت وجيز أو في وقت بسيط، هو 2 أو 3 ساعات. لما تتركز كمية الكافيين بالجسم، وخاصة إذا كان مصدرها الشاي، يصاب الشخص بالإمساك. زين، الحين شنو الحل وشلون أقدر أتجنب الإمساك في العشرة الأولى من رمضان؟ أول شيء لازم أشرب سوائل بكمية كافية، سواء هذه من ماي، من عصير، من شوربات، ولازم لما أختار الشوربات تكون فيها ألياف، يعني شوربات فيها خضار أو شوفان. لما أختار العصائر تكون عصائر طبيعية فيها ألياف، مش عصائر محضرة خلينا نقول من مواد صناعية أو من باودر أو من مركزات الفاكهة الموجودة في الجمعيات. الشيء الثالث والأهم إن أنا أخذ كمية من الخضار والفواكه في وجباتي، يعني أكل فطور في خضار، أكل سحور في خضار، وأحاول أحرص على تناول كمية كافية من الفواكه بين الفطور وبين السحور. الحين بالنسبة للمشروبات اللي فيها كافيين مثل الشاي والقهوة، ما رح نمتنع عن الشاي والقهوة أكيد، لكن نأخذهم بفترات متباعدة. يعني أنا إذا خذيت استكانة الشاي عقب الفطور مباشرة، أنطر شوية على ما أخذ فنيال القهوة، وإذا خذيت فنيال القهوة مثلاً خلينا نقول الساعة 8:30، ما أخذ فنيال ورا الثاني ورا الثالث لما أخلص المطارة، أجزئ كمية القهوة اللي بأخذها على 3 أو 4 ساعات اللي تفصل بين الفطور وبين السحور. الحين من أهم الأشياء اللي ممكن نسويها وخاصة في السحور لتجنب الإمساك، إن إحنا نأخذ الفواكه المجففة مثل التين أو المشمش المجفف أو التمر أو الأراسية، وننقعهم بماء. هذا الشيء أول شيء رح يحسن حركة الأمعاء، يجنبنا الإمساك، والشيء الأهم رح يقينا من العطش في اليوم المقبل.
المشروبات الطبق الرئيسي على طاولة الفطور، لأن الصايم يحس دائما أنه هو بحاجة أنه يأخذ شيء دافي ويبدأ بشوربة علشان يقدر يأكل بعدين. طبعا معظم الأشخاص يفضلون الشوربة كبداية أكثر من السلطة، وهذا الشيء صح، لأن الشوربة هي اللي تريح المعدة بكونها سائل حار وساخن، هي اللي تنزل على المعدة وتخليها تحس أنها هي مرتاحة عضلة المعدة، وتقدر تستقبل وجبات الطعام الثانية أو أصناف الفطور الثانية. لكن المشكلة أن كثير من الأشخاص يحبون يلجؤون حق الشوربات الجاهزة لأنها سريعة التحضير، ممكن يحضرونها بغلي الماء وغلي الشوربة شوية وخلاص صارت جاهزة للأكل. شنو خصائص هذه الشوربة وشنو مواصفاتها الغذائية؟ هذا الشيء اللي بتكلم عنه الحين. طبعا الشوربات هذه تحتوي على سعرات حرارية بين 55 إلى 95 كالوري بحسب نوعها، تحتوي على كمية كبيرة من الملح، أكثر من 77 مل أو فاصلة 77 ملغرام، يعني تقريبا أكثر من ثلث الكمية المسموحة لتناولها في اليوم الواحد، يعني كوب الشوربة هذا في ثلث الكمية المسموحة للتناول من الملح. بينما لما نحضر احنا شوربتنا في البيت طبعا نقدر نستحكم بالملح ونحط الكمية المناسبة. أما بالنسبة للألياف، هذه الشوربات تحتوي على كمية ضئيلة من الألياف إلا اللي يحتوي فيها على الشوفان، أو مكتوب فيه أو مكتوب عليه إنه يحتوي على كمية من الشوفان، نلاقي إن ألياافه شوية أكثر. بالنسبة للبروتين هي تقريباً خالية من البروتين، بالنسبة للدهون فيها كمية دهون بسيطة. شلون نقدر نختار الشوربة الأفضل أو شلون نقدر نعرف كم سعر حراري في الكوب الواحد؟ نقدر نستعين بالطابع الغذائي اللي موجود على كل كيس شوربة، طبعاً موجود هني وفي بعض الماركات موجود في المنتصف. نقدر نقرأ السعرات الحرارية للكيس كامل اللي يحضر 4 أكواب، ونقدر نقرأ السعرات الحرارية للكوب الواحد أو لل 240 ملي مكتوب فيه كم جرام صوديوم، كم جرام ألياف، وكم سعر حراري. تذكروا أن الشوربات اللي فيها شوفان تحتوي على سعرات حرارية أكثر لكن قيمة غذائية أكبر.